مرحبا بجميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة في تحليل وتوقعات بعض مباريات من يوم الجمعة. أول مقابلة الدوري السعودي الاتفاق الاتحاد، ترتيب كلا الناديان، الاتحاد في الرتبة الخامسة 24 نقطة، الاتفاق في الرتبة السابعة 22 نقطة. توقعي للمقابلة هي أن كلا الفريقان سيسجلان جول، هذا هو أفضل توقع للمواجهة. المقابلة الثانية افتتاح دوري أبطال إفريقيا الجولة الأولى، بيراميدز المصري، مازيمبي الكونغولي، مجموعة تضم كل من بطل السوبر ليج ماميلودي سانداونز ونواديبو الموريتاني. مواجهة قوية ما بين ناديين، أول مشاركة إفريقية على مستوى دوري الأبطال فريق بيراميدز المصري، مازيمبي متمرس في هذه البطولة، أفضل توقع للمواجهة أن تنتهي 45 دقيقة الأولى بالتعادل. هذه أفضل نصيحة لشوط المقابلة الأول. المباراة ستنطلق على الساعة 3 بالتوقيت العالمي غرينتش. بالنسبة للمقابلة الثالثة الدوري المغربي الجولة العاشرة، ديربي مدينة الرباط، اتحاد تواركا، الفتح الرباطي، ترتيب كلا الناديين، الفتح في الرتبة الخامسة 15 نقطة، فريق الاتحاد التروقي في الرتبة الثامنة 13 نقطة مع مباراة ناقصة. أفضل توقع للمواجهة فوز فريق الفتح بالمباراة، هذه أفضل نصيحة، فوز فريق الفتح باللقاء. المقابلة ملعوبة الساعة 6 بالتوقيت العالمي غرينتش. المباراة الرابعة الدوري الألماني الجولة 12، إفسي كولن باير ميونخ، ترتيب الناديان، باير ميونخ في الرتبة الثانية 29 نقطة، إفسي كولن في الرتبة ما قبل الأخيرة ب6 نقاط. أفضل توقع للمواجهة أن يشهد اللقاء تسجيل 4 أهداف أو أكثر، هذه أفضل نصيحة بلاس فور. اللقاء ملعوب 6:30. بالنسبة للمقابلة الخامسة الدوري البولندي الجولة 16، جاكيلونيا أمام فريق بياست، ترتيب الناديان، جاكيلونيا في الرتبة الثانية 30 نقطة، فريق بياس في الرتبة 12 17 نقطة. من خلال ترتيب الناديان وكلا الغيابات في كل نادي، فريق جاكالونيا مكتمل الصفوف، بياس يعاني من 5 غيابات مؤكدة. أفضل توقع للمواجهة حد مزدوج لفريق جاكالونيا، الانتصار أو تنتهي المباراة بالتعادل. اللقاء ملعوب 6:30. المقابلة السادسة الدوري الإنجليزي الشامبيونشيب الدرجة الثانية الدورة 17، روتيرهام أمام فريق ليدز يونايتد، ترتيب الناديان، ليدز في الرتبة الثالثة 31 نقطة، روتيرهام في الرتبة 22 11 نقطة. أفضل توقع للمواجهة فوز فريق ليدز بالمباراة، هذه أفضل نصيحة للمقابلة. اللقاء ملعوب 7. مباراة القمة في الدوري الفرنسي الجولة 13، باريس سان جيرمان موناكو، ترتيب الناديان، باريس سان جيرمان في الصدارة 27 نقطة، موناكو في الرتبة الثالثة 24 نقطة. أفضل توقع للمواجهة فوز فريق باريس سان جيرمان، رغم أن المباراة لن تكون سهلة، ستكون صعبة بين الناديين، ورشح فريق باريس سان جيرمان للفوز باللقاء. المقابلة ملعوبة 7. المقابلة الأخيرة من توقعات وتحليل مقابلات يوم الغد الدوري الإسباني لاليغا الجولة 14، ديبورتيفو ألافيس غرناطة،
ترتيب الناديان: ديبورتيفو ألافيس في الرتبة 15 12 نقطة، غرناطة في الرتبة 19 7 نقاط. من خلال إحصائيات كلا الناديان، فريق ألافيس لا يسجل ولا يستقبل أهداف كثيرة داخل الديار، أغلب المباريات تنتهي إما هدف أو هدفين أو أقل. لذا أفضل نصيحة أوندر 2.5، أي المباراة لا تتعدى الهدفين في حال تم تسجيل أهداف. لقاء ملعوب 7 مساء. هذا الأصدقاء هو توقعاتي وتحليلي لبعض مقابلات يوم الجمعة. حظ موفق للجميع.